السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنا محمد حجازي، اللي كتير منكم أكيد تابع قضيتي وتابع الكلام اللي اتقال عني خاصة في الفترة الأخيرة. أنا جاي النهاردة علشان أقول حاجة واحدة بس، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. عايز اقول ان انا مريت بتجربه بحلوها وبمرها وبكل اللي فيها، لكن هي تجربه خاصه جدا، والحمد لله اللي هو ثبتني على الاسلام. يمكن انا مش جاي النهارده علشان اعلم حد بشيء، لان انا واثق ان دي علاقه شخصيه بين الانسان وبين ربنا، لكن لان انا جاي النهارده عشان في ناس كتيره من اهلي وناس كتيره من اصدقائي انا تسببت لهم في جروح نفسيه وتسببت لهم في مشاكل كتير بسبب اختياري دوت. فانا شايف ان ابسط حق ليهم عليا ان انا النهاردة اعرفهم الكلام دوت، ويكون دوت معروف للكل. انا مش عندي اي غرض خالص من الفيديو دوت، ومش عايز اي حاجة منه، وانا مش هظهر تاني في الميديا ولا هظهر تاني في اي وسيلة اعلامية، ولكن انا بقول دوت علشان ابرئ ذمتي امام الله وامام اهلي واصدقائي. عايز اقول ان انا بقول الكلام ده النهاردة يوم الجمعة 29/7/2016، بعلن الحقيقة ديت، واطلب من كل اصدقائي واهلي ان هم يسامحوني، واولا واخيرا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يسامحني. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. عايز اقول في النهاية بس ان انا بقول كل دوت وانا في كامل الحرية، وان انا مش مضغوط عليا من حد، وان انا مش محجوز في اي جهة، ومش فيش اي ضغط عليا من اي نوع يعني، تماما يعني. فاتمنى ان انا ما حدش يتعرض لموضوع تاني باي صورة من الصور، ويتقفل الموضوع على هذا النحو، لان انا مش هتناول حد خالص باي كلام، ومش هجيب سيرة حد، لان انا بحترم كل الناس وبحترم كل الاديان السماوية، وهو ده اللي علمه لي الاسلام. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.